دلوقتي يا شباب، بعد ما خلصنا الحمد لله القصة بتاعة تخصيص الأحمال وعملنا رن وعملنا سيف وكل حاجة، هنبدأ نحل زي ما اتفقنا. أنا ما ببدأش، مش أول ما يطلع لي النتائج أروح جاري وأبدأ أحل. أمال بعمل إيه؟ لازم أعمل تشيك. طيب أعمل تشيك على إيه بالظبط يا باشمهندس؟ لو جينا افتكرنا مع بعض، فأنت عندك سوليد سلاب، سوليد سلاب المفروض أعمل عليها تشيك على مين؟ على الديفليكشن. والفلات سلاب، الفلات سلاب هعمل عليها تشيك ديفليكشن وبانشنج، صح الكلام؟ طيب تعالى اما نشوف التشيكين دول يتعملوا ازاي. تعالى الاول نبص على التشيك بتاع الديفليكشن. فلو حضرتك جيت بصيت كده وقلت له لو سمحت اقف في ال 3 دي، فيظهر لك المنظر ده. اتحرك فيبدا يتحرك الحركه اللي انت شايفها دي. الحركه دي حلوه ولا وحشه؟ ولا اعرف حلوه ولا وحشه، المهم انهم يتحركوا كلهم مع بعض وخلاص. انا اللي يهمني ان انا اشوف مين قيم، صح الكلام؟ فهم رايح كده اقول له لو سمحت على الحاله بتاعه الوركينج اظهر لي الدرو الكونتور وهات لي يومين يوزيت، واقول له ابلاي واقول له اوكي، فيبدا يظهر لك الايه القيم. طلع القيم كام؟ الماكسيمم، الماكسيمم طالع 1.2، وطبعا الماكسيمم هيطلع فين؟ في الفلات. حلو الكلام. الماكسيمم طالع فين يا باشمهندس؟ في الفلات سلاب. فواضح كده ان انا لو جيت هنا وقلت لك ان الماكسيمم او الدلتا الاكشوال، يعني الدلتا الحقيقيه اللي موجوده، كانت طالعه بكام؟ 1.2 سم. حلو. بس انا لو جيت بصيت كده انا شايف حاجه كده مضايقاني. انا عارف ان الماكسيمم ديفليكشن المفروض يبقى فين؟ طب ده جاي لي على الطرف. ليه جاي لي على الطرف؟ عشان كان المفروض يبقى فيه مارجنال بيم هنا، صح؟ هل احنا عملناها؟ ما عملناهاش. وده اللي مخلي الديفليكشن معمول كده. ده الفرق في الاستاتيكال سيستم. يعني واحد من الناس كان مقرر ان هو مش هيعمل ايه؟ مش هيعمل مارجنال بي. ده اللي يوريك التاثير بتاع المارجنال بي. بص لما نفك ونروح نرسم، لو فكيت انا الحل كده ورحت رسمت مارجنال بيم بالقطاع بتاعها اللي هي هيبقى كام؟ 25 في ايه؟ في 60. رسمت واحده هنا ايه؟ ورسمت واحدة هنا دي، وقمت مختارها وقمت ايه؟ وقمت مختار. بعد ما اختارها اقوم عامل ايه يا باشمهندس؟ اقول له assign frame load وادخل عليها حمل الحتة اللي هو كان كام؟ 1.26. خلاص كده يا باشمهندس. وروح حل تاني. ايه رايك؟ ظبط ولا ما ظبطش؟ ظبط. وبص على القيمه اللي بقت كام؟ 8 من 10. يبقى القيمه اصلا بتاعه الديفليكشن لما انا هحط المارجنال بيم دي هتبقى كام؟ 8 من 10 سم. 8 من 10 يا باشمهندس سنتي. ده الماكسيمم ديفليكشن عندي. عايز اعمل تشيك على الديفليكشن، فكنت لازم اروح احسب مين؟ الدلتا اللاو. والدلتا اللاو اللي هتساوي ال شورت على 250. طب ال شورت فين؟ باشمهندس ما في باكيات كتيره، الرسمه كبيره، اخد اقصر واحده يعني ولا اخد ايه؟ لا مش هي دي الباكيه، دي الباكيه. ال شورت ده ولا ده؟ اقيس ده واقيس ده هيطلع ان ده هو الايه؟ القصير. يبقى هو ده بالنسبه لي الايه؟ ال شورت. يعني انا بروح اعمل على التشيك على الباكيه اللي فيها ايه؟ اللي فيها الماكسيمم. فانت لو رحنا على برنامج الكاد وقسنا الباكيه دي اللي هي المسافه ما بين العمود ده والعمود الثاني، قلت له ديستنس، وقست المسافه مثلا من سنتر العمود لحد العمود الثاني هنا كده تقريبا كانت كام؟ 6 متر. ولو لتحت هتبقى كام؟ 4 وايه؟ 4.9. فانا اخدها على الكام؟ على ال 4.9 الصغير اللي شورت. حلو. فانا لو جيت تشيك عليها كده يبقى انا هقول ان انا 4.9 على ال 250 طلعت كام؟ مسموح لي بواحد وتسعة وستة من عشرة. ايه الرقم اللي انا قلته ده؟ مسموح لي بواحد ستة وتسعين، 1.96 ايه؟ سنتي. وانت كان طالع عندك كام؟ يبقى انت سيف ولا ان سيف؟ سيف. يبقى البلاطه دي ايه؟ سيف في الديفليكشن. فيها مشكله؟ فيها مشكلة؟ حاجة في مشكلة.
انت دايما كنت بتعمل تشيك على الديفليكشن اللي قدامك كده، بس انت في حاجه ناسينها. مش في حاجه اسمها اللونج تيرم ديفليكشن؟ حاجه اسمها اللونج تيرم ديفليكشن. ايه اللونج تيرم ديفليكشن ده؟ قال لك اللونج تيرم ديفليكشن ده يا باشمهندس اللي بيدخل معاه التاثير بتاع الشرينكج والايه؟ والكريب. ايه الكريب ده؟ اللي هو الزحف. يعني ايه الزحف ده يا باشمهندس؟ يعني البلاطه دي لما بحط عليها حمل بيحصل فيها ديفليكشن. طول ما الحمل ثابت المفروض خلاص الديفليكشن ثابت. لا، تلاقي ان مع الوقت الديفليكشن بيزيد، تمام؟ مع ثبوت مين؟ مع ثبوت الحمل. ده اسمه ايه؟ الزحف. فحضرتك لازم، حضرتك لازم تعمل ايه؟ تدخل التاثير بتاعه معاك. طب اعمله ازاي؟ قال لك بص كده، لو جيت معايا هنا هتلاقيني انا مديك فايل فيه القصه بتاعت ازاي تعمل تشيك على الديفليكشن، هتلاقيه في الحصه بتاعت النهارده اهي. فين؟ اهو ديفليكشن اهي. اول حاجه زي ما قلت لك كده يا باشمهندس، في حاجه ده الديفليكشن الطبيعي بتاعك اللي انت بتحسبه، شورت تيرم ديفليكشن ده انت لو عايز تحسبه مانيوال بالطريقه دي، بيعتمد على نوع الحمل. وبعد كده بتعمل ايه يا باشمهندس؟ بتشوف الالاول وتختار. لكن بص كده، في اللونج تيرم ديفليكشن هيساوي هو هو الشورت تيرم ديفليكشن زائد تاثير مين؟ الكريب. الكريب ده لو جبت المعادله بتاعته من الكود هتلاقي ان الدلتا بتاعت الكريب، يعني الديفليكشن الناتج عن الكريب، هو عباره عن الفا في الدلتا اللي انت عملتها من الديد لود. يعني ايه؟ يعني هي في الاخر الكريب ده هيبقى نسبه من الديفليكشن بتاع مين؟ الديد لود. طب النسبه دي بتساوي ايه؟ النسبه دي اللي هي الالفا دي بتساوي كده قانون امبيريكال عندنا، 2 ناقص 1.2 من 10 اريا ستيل داش على الاريا ستيل. فاكر لما كنت بقول لك البلاطه لما كانت بتطلع انصف في الديفليكشن كنت بقول لك ان احد الحلول انك انت تحط اريا ستيل داش؟ مش كان احد الحلول لما البطاطا بتطلع عن صف الديفليكشن ان انت تحط اريا ستيل داش؟ ليه؟ عشان تقلل اللونج تيرم ديفليكشن. مع كل ما الاريا ستيل داش دي كبرت كل ما الالفا مالها هتقل، وبالتالي التاثير بتاع الكريب ده هيعمل ايه؟ يقل. التاثير بتاع الكريب ده ماله؟ هيقل. فهم لما جم حسبوا الحسبه دي قال لك لو انت الاريا ستيل داش بتساوي الاريا ستيل فساعتها 2 ناقص 1.2 من 10 تطلع كام؟ تطلع 8 من 10. قال لك بس يا ريس، ايه رايك يبقى الدلتا اللي هي بتاعت اللونج تيرم ديفليكشن دي هي عباره عن 1.8 من 10 في الدلتا اللي بتحصل نتيجه الديد لود زائد مين؟ الدلتا بتاعت مين؟ اللايف لود. مفهومه؟ مش انت اصلا الديفليكشن اللي هو بتاع الشورت تيرم كان ديد لود ولايف لود، صح؟ فانا الديد لود دلوقتي بقى اهو في الشورت تيرم هيبقى دلتا بتاعت الديد لود زائد الدلتا بتاعت اللايف لود. ايه اللي هيتضاف عليك في اللونج تيرم؟ بتاع الكريب اللي هو طلع بكام؟ 8 من 10 في الدلتا بتاعت مين؟ الديد لود. طب ما خلاص يا ريس، ما تجمع ده كده مع ده تطلع هي دي الايه؟ المعادله. يبقى انا لازم اعمل تشيك على اللونج تيرم ديفليكشن، اعمل تشيك على اللونج تيرم ديفليكشن. وبالتالي فانا هروح اعرف حاله التحميل. ايه ده يا باشمهندس، انت ممكن تعرف حاله التحميل من غير ما تفتح الحل؟ اه عادي. فاروح عامل كده اقول له اد، او خد دي مثلا اد نيو اهي، دي اسميها حاله التحميل بتاعت اللونج تيرم ديفليكشن. دي هيبقى فيها الديد لود بكام؟ 1.8، والفلور كفر والوول كل ده ب 1.8، واللايف لود بكام؟ بواحد. تقول له اوكي وتقول له اوكي. بعد ما عملنا القصه دي تعمل ايه بقى؟ اعمل تشيك كده، ركز معايا. لو جيت قلت له لو سمحت اعرض لي الحاله بتاعت اللونج تيرم ديفليكشن، طلع ان الماكسيمم ديفليكشن كام؟ 1.3 من 10. واضح طبعا ان في فرق ما بين هنا كان طالع كام؟ 8 من 10، وهنا الدلتا الاكشوال بتاعت اللونج تيرم ديفليكشن كانت طالعه كام؟ 1.3 من 10. واضح كده ان في فرق كبير ما بينهم يعني، تمام؟ ده لو جيت قسمت 1.3 8 من 10 على 1.3 تقريبا في 60% ايه؟ زياده. تلاقي واحد ابن حلال عملها كده في مره، تمام؟
ويقول لك بس انت دي لما تيجي تعمل تشيك ديفليكشن هنعمل تشيك ديفليكشن على الشورت تيرم تمام، واضربه في 1.6 وتيجي تساله بتعمل ايه؟ يقول لك اصل احنا في الشورت تيرم بنعمل تشيك على الوركينج، انما في اللونج تيرم بنعمل تشيك على الالتيميت. يا ابني الحلال ده الكلام ده انت جبته منين؟ يا طلعت معاه مره كده راح مثبتها كده. يعني فعلا في ناس بتعمل كده اللي هو ايه؟ بيجيب الديفليكشن اللي حضرتك مطلعه في الشورت تيرم ويضربه في 1.5 ويتشيك على اللونج تيرم من غير ما يعمل القصه اللي احنا عملناها دي، مع انها سهله. يعني القصه اللي انا بكلمك عليها دي سهله. ده احنا كمان ان شاء الله لما نخش في برنامج الصيف هنعمل بقى تشيك ديفليكشن هناك بقى بيحسب اللونج تيرم بمعنى صحيح. فاحنا هنعمل بقى هناك تشيك ديفليكشن في اللونج تيرم. لكن دلوقتي اتفهمت؟ حد عنده مشكله؟ يبقى انا كده الحمد لله البلاطات بتاعتي بقت سيف فين؟ في الديفليكشن. باشمهندس انا مش شايك على السوليد سلاب يا سيدي، عايز تشيك عليها شايك عليه، مع ان اصلا القيم فيها مالها؟ صغيره. بس واحد يقول لك لا معلش اصل هي القيم صغيره، بس هي اصلا برضو البحور صغيره يعني الالاوبل هيبقى صغير. يا سيدي يا سيدي اهو بص طالع كام؟ 3 من 10، صح الكلام؟ 3 من 10 ايه؟ سنتي. طب هي ال شورت كانت كام؟ المسافه. فانت ممكن تعمل هنا هنا كده تعمل ميجر من امر فيو، اعمل ميجر واقول له لاين اسلي من هنا لهنا كان طالع كام؟ 5. والناحيه الثانيه بناخد ال شورت دي الباك يعني كان طالع كام؟ 4. يبقى ال شورت بتاعك كام؟ 4. يبقى 4 على ال 250 يطلع 1.6 سم. وانت طالع لك كام؟ سيف طبعا. لا ما ممكن الكانتليفر هو اللي يطلع عن سيف. ماشي فين الكانتليفر؟ اهو فين الكانتليفر؟ ادي الكانتليفر اهو. حلو ادي الماكسيمم ديفليكشن في الكانتليفر هيطلع نفس الرقم تقريبا. الماكسيمم ديفليكشن بتاع الكانتليفر طالع كام؟ 1 من 1000. نعم الكانتليفر فعلا صغير. المهم ان الالاو بتاع الكانتليفر كام؟ الالاو بتاع الكانتليفر اللي كانتليفر على 450. الالاو بتاع الكانتليفر اللي كانتليفر على ال 450. فانت هتيجي هنا تقول لي اللي كانتليفر على 450، الكانتليفر اصلا كان طوله 4 من 10 على ال 450 تمام، هيطلع كام؟ رقم قليل طبعا. ايه؟ رقم قليل جدا. بس اصلا ده ما يعتبرش كانتليفر يعني، ده 4 من 10 انت خارج بس سنه كده من العمود. لكن لو عندك كانتليفر فانت المفروض تحسبه وتشوف وتعمل تشيك عليه. كده الحمد لله البلاطه كلها سيف في الديفليكشن شورت تيرم وايه؟ ولونج تيرم ما فيش فيهم اي ايه؟ اي مشاكل. يبقى لينا ان احنا نعمل تشيك على مين؟ على البانشنج. ويبقى احنا كده خلصنا. التشيك بتاع البانشنج ده بيتعمل ازاي؟ هاجي هنا على البلاطه واشوف ماكس فين اقصى عمود ونعمل له تشيك ديفليكشن. هل انا في البلاطه دي محتاج اعمل تشيك ديفليكشن؟ لا. قصدي محتاج اعمل تشيك بانشنج؟ لا برضه. ليه؟ وانا بعمل تشيك بانشنج على ايه؟ على البلاطه لما تبقى ساند على مين؟ على العمود مباشره من غير كاميرا. طب ما هنا انا عندي ادي عمود على كاميرا، عمود على كاميرا، عمود على كاميرا، كل العمدان على كاميرا. فانت هنا البلاطه دي تمام من غير ما تعمل اي حاجه فهي سيف فين؟ في البانشنج. ولكن لو انت كنت حابب تعمل يعني تعمل تشيك على البانشنج فكنت بنعمله ازاي؟ اروح رايح جايب حاله الالتيميت واقول له ابلاي واقول له اوكي، يظهر لك الرياكشن، اشوف فين الماكسيمم بتاع الرياكشن. وليكن العمود ده كان طالع الماكسيمم بتاعه كام؟ 68. وكنت تروح على شيت الاكسل اللي انا هبقى مديه لك النهارده اللي اسمه ده والديزاين، وتروح ورايح على البانشنج. اروح رايح على البانشنج وده عمود ايه؟ عمود داخلي، وقمت حاطط القيمه هي 670 والابعاد بتاعه العمود 30 في 60 والسكنس بتاعي كان كام؟ 200 وايه؟ 220 والكفر 30. راح قايل لك ان هي ايه؟ انسيف. يعني لو الكاميرا دي ما كانتش موجوده كان هيبقى ده ايه؟ انسيف. طب ده معناه ان انا عايز اعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ لو الكاميرا دي مش موجوده اعمل كولوم هيد او اعمل دروب بانل. طب افرض انا قررت ان انا اعمل دروب بانل يبقى السمك بتاعها قد ايه؟ هيبقى النص، صح الكلام؟ طب هل النص ده هيسيف؟ ماشي. ما انا بقول لك هل السمك ده هيسيف؟ جرب كده ان دي تبقى كام؟
يبقى لو كنت انا عملت دروب بانل بنص السمك بتاع البلاطه كان ساعتها الدنيا هتبقى سيف، لكن احنا اصلا مش هنعمل القصه دي. ليه مش هنعمل القصه دي؟ عشان هي اصلا الدنيا سيف ومش محتاج اي حاجه. في حد مش فاهم كده؟ انا ايه؟ لا لا، عامل مارجن بيه. في مشكله كده يا شباب، في مشكله كده يا شباب. يبقى احنا كده الحمد لله دخلنا الموديل وظبطنا كل حاجه. كل اللي محتاجين بعد كده نعمله ان احنا نصمم البلاطه والسوليد سلاب والفلات سلاب ونسلحهم ونصمم الكاميرات، يبقى خلصنا كده النهارده. حلو، ناخد بريك وبعدين نرجع نكمل.